ويمكن النهاردة احنا مركزين وبنتكلم عن أغاني الأفلام اللي بتفكرنا فصل الصيف. في أغاني كتيرة جدا جدا حتى لو ما اتكلمتش في مضمون الأغنية عن فكرة الصيف أو فكرة إن أنا مسافر، ولكن تصوير الأغنية جوه الفيلم بيفكرنا جدا بمود الصيف. ويمكن على مدار حلقة النهاردة سمعنا أغاني كتيرة فكرتنا بفكرة الأغاني اللي اتغنت في أفلام وفكرتنا بفكرة الصيف. يعني مثلا سمعنا من شوية مدحت صالح وميرنا حبيبي عاشق، صورت طبعا في شرم الشيخ، واحدة من أحلى الأغاني وكمان تصويرها كان حلو جدا. سمعنا علي صوتك بالغنى للكينج محمد منير، أغنية كلها طاقة إيجابية بتفكرك بأي حاجة حلوة ممكن تيجي في دماغك، وطبعا ده كانت من فيلم المصير، برضو بتفكرنا بفكرة السعادة والطاقة الإيجابية. سمعنا كتير بنعشق لشيرين، وده من فيلم عن العشق والهوى، وطبعا تصوير الفيلم كان فيه أماكن كتيرة جدا جدا وبحر ونيل، فالموضوع كان فوق الحلو بشوية. وبدأنا الحلقة بفيلم سنة أولى نصب، أغنية حلم عمري لخالد سليم، ودي برضو كانت مصورة في الغردقة وكان الفيلم كله بقى في الغردقة، فكم الحلاوة والمناظر الطبيعية اللي انت ممكن تشوفها في الفيلم ده مش طبيعي. عندنا أفلام كتيرة، أنا قلبي ليه لكارل سماحة طبعا من الأفلام برضو الحلوة جدا جدا اللي اتفرجنا عليها، ودي كانت في منطقة بقى شرم الشيخ ونويبع ودهب والحتة اللي هناك دي، فكان برضو الفكرة حلوة جدا جدا. يمكن ناس طلبت مني أغنية هي ملهاش علاقة بالصيف، ولكن انت بس لما تفتكر اسم الفيلم اللي هقولك عليه هتفتكر الحلاوة والعظمة والتاريخ وكل حاجة انت ممكن تتخيلها، وطبعا غرام في الكرنك، تحديدا الأقصر بلدنا لمحمد العزبي، وهم وصلوا الأقصر وأسوان، تحديدا في الأقصر ورايحين معبد ورايحين على الكارتات ورا بعض وبيغنوا بيعملوا الاستعراضات. كم الحلاوة والطاقة والسعادة اللي في الفيلم ده، طبعا فرقة رضا، فريدة فهمي، محمود رضا، وكم الحلاوة وغنى كمان محمد العزبي وموسيقى علي اسماعيل، يعني في ميكس كده كله على بعضه أحلى من بعضه، فده برضو من الحاجات الحلوة جدا جدا. في أغنية كمان من الأفلام برضو اللي كان بتناقش قضية مهمة جدا جدا، وده هسيبكم تقولولي في الكومنتات ده كان فيلم إيه، اسمها الحياة لريهام عبد الحكيم ومحمد جمال. الأغنية دي كانت من فيلم لنيلي كريم، هني سلامة ومنة شلبي. اسم الفيلم كان إيه؟